بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نواصل شابتر 4. شوف المقطع الرابع، شوف فيه velocity boundary layer. أولا ودنا نشوف الفلويد فلو هذا لما يجي من الناحية هذه بسرعة V. أولا يبدأ لامينر، لاحظ boundary layer، لامينر boundary layer، وبعدين يبدأ في مرحلة انتقالية ما بين الاثنين، ما بين لامينر والترانزيشن، وبعدين صار عندنا هنا turbulent boundary layer. الفيلوستي boundary layer هي يقول لك انها the region of the flow above the plates، هي المنطقة اللي فوق البليت هذه، bounded by ومحددة بإيش؟ بالدلتا. الدلتا وين هي؟ هذه أعطيناها هنا، قلنا انها هي سمك هذه منطقة دائمة، اوكي؟ في اللامينار طبعا أقل من التربلان. In which the effect of viscous shearing forces caused by fluid viscosity are felt. يعني في هذه المنطقة تكون الفيسكوس effect تكون عالية جدا. The boundary layer thickness. The boundary layer thickness هي المنطقة اللي معرفة ب distance y. Distance y هي عندي هنا from هنا from the plate surface، من هنا الصفر اتجاه الأعلى ال y. From the surface at which u equal 99% من ال u infinity. U infinity هي سرعة الهواء الموجود في المنطقة هذه، وال u طبعا small u هي المركبة تبع ال v هذه على ال x axis. لما تكون تساوي 99% فهو يكون دائما على هذه الحدود، هذه هي الحدود تبع 99%، إذن هي المنطقة اللي تحدد ال boundary layer thickness. الخط طبعا هذا يفصل ما بين اللي هو الخط اللي يتحقق عليه هذا الشرط، هذا يفصل ما بين الباوندري لاير ريجن اللي هي في هذه المنطقة والانفيسيد فلو ريجن اللي هي في هذه المنطقة. طبعا الشرط قلناه دائما هو الباوندري لاير ريجن، the viscous effect and the velocity change are significant. الفيسكوس effect تتغير، تغيرها يعني معتبر. لاحظ في المنطقة هذه كمان الريجن الفيلوستي ما تتغير، تغيرها معتبر، يعني هنا كانت صفر وهنا وصلت 99% من الفي. أما في الانفيسيد ريجن المنطقة الخارجية هذه فهي the frictional effects are negligible، والفيلوستي تقريبا تساوي الفيلوستي تقريبا كونستانت، تساوي اليو انفينيتي. في المنطقة اللي برا هذه تعتبر الفيلوستي تساوي الفيلوستي تبع الهواء. هلا بدنا نشوف الورشير ستريس. الورشير ستريس هي يعني قوة القطع هنا عندك على سطح البليت. Friction force per unit area. The shear stress for the most fluid is proportional to the velocity gradient. طبعا مرتبطة تتناسب مع velocity gradient. And the shear stress، تعالى معرفة بهذا القانون. لاحظ هنا نقول ايش؟ الجريدينت تبع الفيلوستي، لكن على لما الواي تساوي صفر، لما الواي تساوي صفر اللي هو على سطح البليت. طبعا الميو هذه اللي هي دايناميك فيسكوستي. الفلودز اللي تخضع لهذه العلاقة نسميها نيوتونيان فلودز، مثل الووتر والاير والغازولين والأويلز، هذول اللي هما نسميهم نيوتونيان فلودز. الفلودز في بعض الفلودز مثل البلود ومثل ليكويد بلاستيك، يعني البلاستيك المذوب، هذه نون نيوتونيان فلودز. نحن في هذا الكورس حنهتم بس باللي هو نيوتونيان فلودز. اولا بدنا نشوف هنا في هذا الفيجر، نشوف لما تزود التمبريتشر ايش اللي يحصل للفيسكوزيتي. يعني الليكويدز تختلف عن الغازز، الغازز تقل الفيسكوزيتي تبعها، اما الغازز فهي بالعكس تزيد الفيسكوزيتي تبعها، وهذا مهم عندنا جدا في الباوندري لاير عندنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.